غادي تلقاوهم ديتوندو دونك اسبوك اللي فريمون يقدر يرتاح فيه الواحد. ملي كنت صغير كنت شويه كنحشم الموسيقى عاونتني بزاف باش نبدل هاد القضيه. قدرت نتلاقى مع ناس وقدرت نفرض راسي سوسيالمون وسط بزاف ديال لي ميليو جداد. الحريه بالنسبه لي في اللبس ديالي اللوك ديالي الشعر ديالي كي كندير ليه ما عرفتش الحوايج اللي كنلبسهم اللي قدروا يبانوا لبزاف ديال الناس شويه بيزار فهمتي. كت دي فوا راه كتكون دايز كتلقى بنادم كيدير فيك شي شوفات غريبين ديال مالو هذا شنو بغا يدير. بعيدا زعما على داكشي اللي مول الفين وعلى على بلوم على كي كان بان اون طون كارتيست غادي تلقاو بزاف ديال مروان وسط التراك. حاولت ما امكن نكون ندوي على حوايج لي بيرسونيل اللي طراو ليا في حياتي حوايج اللي كنشوفهم في لا سوسيتي ماروكان دونك دخلت بزاف ديال لي زيدي وجمعتهم كلهم في التراك اللي غادي نبريزونتيه. جام شو برايم الرابع واش واش دي بلو يو قبل ما نجي لهنايا كانوا بزاف ديال الحوايج اللي حابسيني نقرا عليكم قصة حياتي. Oh.
كلم سميتك طبقاك عارف عندك ستيلو حار وتسميتك ديليفري وديليفريتي يا خويا ما عندي ما يتسالك. عجبني كيفاش كتخيط ما بين الفلوات وشكونوا متفقين قلال الدراري في الراب مغربي اللي ما كيزقلوش الدراري كيتريشيو شي تجاري بين العمل ما في الشعر العربي ماشي يقول لك الضروره الشعريه وتيزقل شي ريمه بعض المرات انت عشيري ما كتزقلش وكاشيري كنحترمك على هاد اللعيبه هادي لانها كتكون صعيبه فاش كتكون باغي تقول شي حاجه عندها معنى باش تخشيها وسط من لي سيلاب كنحييك على هاد اللعيبه هادي بارد شي عشيري كوطيك تابارا ما نزيدك ما نقصك هاداك الشيء اللي كنت كنتسنى منك راك عطيتيه علينا ابار تيليفون شنو هي الاستوار ديالو الاستوار ديالو هي غنقرا عليكم القصه ديال حياتي والاستوار ديالو ماشي هي انك كوبلي الله كتمشي وباقي ما حافظوش حتى هي داخله في الاستوار ديالو عادي يا شي المهم تاسوما بريمير وجدا بو اتر فيير هاد النهار هذا ماشي علاش حيت واخيرا زعما سمعت ان تيكست اللي فيه دي ميساج اللي خارجين شويه من لا نورم ديال كيفاش كنفكروا هضرتي على لا فام قلتي انه لا فام زعما ما كرهتيش انه لا فام تكون لي بغف الزنقه اللي هو واحد اللعيبه امبورطونت دونك صات كي فيكول هذا الميساج بالنسبه ليا سي انكرويابل هضرتي على بزاف ديال لي سوجي سوسيال هضرتي في السوسيال هضرتي في البوليتيك جبتي فان غوغ كريفيرونس زعما كنت كتاب اخويا نجحتي اليوم في التيست وشابو با خويا البلوم ميرسي بوكو انا برو تعطاتك لا ليبرتي كوم سوجي ياك صافا كريم عجبني الحال حيت لا ليبرتي جرجيها بزاف د الحوايج لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي دو في من الاخر ديال كيفاش خرج الزنقه لا ليبرتي ديال لا ليبرتي فينونسيير انتر كيمي هادشي اللي عجبني انا سي كو جبت معاك بزاف ديال لي بارتي ولكن زعما غنحاول نعطي ما في جهدي ونحاول نقلب على شي موضوع اي واحد يسمع ليه غيحس بيه اكثر هذا المايند سيت ديالك زعما مزيان انك ما فكرتيش في راسك فكر زعما في الناس الاخرين والله تقدر في هذا لو تام حتى المعاناه ديالك انت سي سي بي مثلا راه تهضر بيه على اللي كيقيس كلشي تقدر تعطي لابار ديالك تما تبين بانك انت وراك انت كتعاني من هذاك الشيء اللي كيعاني منه كلشي ولا راه انت كتكسك شي لعيبه في هذاك الشيء اللي كتشوف الصراحه فكرت في مثلا الواقع اللي طرات مؤخرا ديال الزلزال جو بونس ما غيكون سوجي اكسيلون غير هو راه عندك فيه تما خصك تمشي بصح للحوز